السلام عليكم شباب، معكم مشاكر. حبيت بالفيديو أقدم لكم أفضل ألعاب سباق السيارات الجيل الحالي، وبالأخص لها النوع من الألعاب نقدر نقول أنه مسحوب عليها تقريبا صراحة، أشوف ما له ذاك الاهتمام الأكثرية. وهني بنركز على أفضلهم ألعاب السيارات ما ودكم تطوفونها هالجيل. إذا ما لعبتوها أتمنى يعجبكم الفيديو. بروجكت كارز يعتبر أكثر لعبة سباقات واقعية أو مال واقعية أكثر من أي لعبة ثانية بالجيل الحالي، ومن كثر ما اللعبة فيها شغلات وجرافيك ورسومات قوية اضطروا أن يكنسلونها على أجهزة الجيل الطاف لأنهم ما كانوا يقدرون يقدمون المحتوى اللي فيها، والحلبات كانت أكثر من روعة. ومشكلتها أن عدد السيارات كانت قليلة، بس كانوا معطينهم اهتمام كبير، والشركة أعلنت أن في جزء ثاني قادم للسلسلة. ديرت رالي هو اللعبة موجهة أكثر محبي سباقات الأوفرود، وإذا تحبها طريقة فلعبة تصلح لك سباقاتها كلها بتكون نظام الأوفرود، يعني سباقاتها بتكون بتراب والطين وفيها اهتمام حلو من ناحية الشكل اللي يصير بالسيارة من الرمل عليها والدعمات وغيره. نيد فور سبيد ومن أول ألعاب السيارات اللي جربتها ولعبتها الجيل، وطبعاً هي تعتبر من أكثر سلاسل ألعاب السيارات المعروفة، واستمتعنا بألعابهم من جيل بيس 1. وهالمرة البيس 4 خذت الجهة الأونلاين مثل أغلب الألعاب حالياً، بس هم إذا أنت ما كنت من حبين أونلاين راح تستمتع بطريقة اللعب، وفيها ستوري مود يطول عمر اللعبة. درايف كلاب وتعتبر من أكثر الألعاب اللي تم تأجيلها أكثر من مرة، وحتى الأغلب يشوفونها مو ذاك المستوى، بس من ناحيتي أشوف أن طابع الأركيد فيها كان ممتاز وعندها أفكار حلوة عن شبيهتها من الألعاب. ومن مميزاتها انك تقدر تسوي نفس فريق مع صاحبك وتحصلون مع بعض على النقاط، وتعتبر من اقوى العاب من ناحيه الاهتمام بالجو من مطر وغيره. ذا كرو لعبه سيارات اللي تركيزها على العالم مفتوح، وكانت من اكثر العاب السيارات المنتظر من اللاعبين، وبالاخص حق اللي كانوا يبون يعيشون اجواء الجيل الجديد، وتعتبر من اكثر العاب السيارات مبيعا، ويحتوي عالمها المفتوح على مناطق معروفه بالولايات المتحده، وهذا حتى من الشغلات اللي خلت هاللعبة تطلع مبيعات حلوه بامريكا. وجد ابداع المصممين بالتفاصيل، وهاللعبه فيها ممكن شغله ما عجبت اللاعبين، وهي انك لازم دائما تكون شابك اونلاين. ماريو كارت 8 طبعا معروفه عند اغلب اذا مو كل الجيمرز هي، او حتى على الاقل سامعين فيها. الصراحه سلسله ماريو كارت من جزء لجزء وهي تحافظ على متعتها وتطور اكثر بطريقه اللعب، وتعتبر من امتع العاب سباق السيارات اللي يلعبها سواء شخص من محبين العاب السيارات او حتى لاعب ما له شغل بهالنظام وبس يبي يعيش جو معاه ويستمتع بالجيم بلاي. وحاليا متوفره لجهاز نينتندو سويتش. فورزا موتور سبورت 6 وتعتبر انجح وافضل لعبه سيارات متوفره الجيل الحالي، وكانت أكثر لعبة تحدث السلسلة المشهورة جراند تيريزمو، بس طبعا جراند ما نزل لها جزء الجيل الحالي، ففورزا محتلة مكانها حاليا، وهالجزء حق فورزا يعتبر الأفضل بين السلسلة، وفيها شغلات متعوب عليها مثل مستوى الذكاء الاصطناعي والدرفت اللي انعرفت في فورزا. والصراحة حق أي شخص محب لألعاب السيارات وما لعبها ضروري يجربها. بالأخير أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وأعطونا رأيكم بألعاب سباقات السيارات الجيل الحالي وشنو أفضل لعبة سباق، ولا تنسون اللايك والكومنت وتابعوا القناة. يعطيكم العافية ومع السلامة.